رد عليكم. مسد عادي كلامها خفيف طوّزني كلامي صافي بخافي وما تمشيش قلبي انحرم سلاح بنحل أكرم الخلق عنده الأتقياء اتفرج على التلفزيون جنبها جنب ايه فالمفروض بقى اللي هو طلع اعلاني مش عارف اقوله اللي هو وتمان ساعات مفيش بقى مفيش وجع احنا رمضان عندنا في مصر بيشتهر بثلاث حاجات المهندسين مهندسين ايه المسلسلات الفوانيس والزبادي سكرت في عشق ليلى وقتلت جسدها بحثا عن براءة الإثم وحزن الآثم فلم أجد إلا عدم وضحكة الألم فكتبت رثاءها وخلعت رداءها ونسيت ماضيها وخلدت عشقها وسكت حتى فلت رجالي على امي قلت لها بص انت حورتي عليا وهو طلع ما طلعش جيلي ولا جميل وقرصني قلت لها انا بكرهك ويعني كانت عندي 8 سنين كانت دي اول مره اقول لامي في حياتي انا بكرهك يعني الحمد لله كانت اخر مره ما قلتش تاني وكان هو ده السبب ان انا يعني بكره الانجليزي وبكره الافلام الاجنبيه كلها بس لانه انا الاسبوعين بالقاهره بهالاسبوعين تعرفت على احلى عالم واغلى عالم بكره رح سافر وما بعرف كيف رح اترككم ما بعرف اذا عم تفهموا لهجتي ولو عندك المعيب تصورها وظلت محقوقنا وجبتها من عيوننا والحمد لله تعمل صورتنا وكل فلسفه كيف Only I know where I'm at today المزيكا طب اعمل ايه وانا اقدر ان اكون متعوس اعلق فوق دماغي فانوس وحتى ان جيت وعلقته اكيد برضو هكون منحوس دي رائعة الفنان صلاح عبادة هو مش معانا طبعا مقبوض عليه السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم عليكم
ايه ده في ايه؟ لا ما هو عامه احنا مريخ في قلبنا مش لازم بقى نقول يعني. انا شايفه كده والله. اي لاف يو. اول مره امسك مايك هو على نفس الصوت مش صوتي مش حلو بس انا قلت اجرب يعني. هغني اغنيه حمزه نمره هنسى. شايف العين ايام حلوه وايام قسيه بتعدي سنين وسنين ملهاش مرسى. السلام عليكم. معلش سؤال بس بسيط، ايه اكتر حاجه في الدنيا ممكن تعلمنا قله الادب بدون ذكر مواقع اباحيه بقى؟ ايه اكتر حاجه؟ ها انا صديق ايه؟ شريت وجلت My heart under my leg, so I'm a motherfucker. That's my story, and I am the ringing. Yeah, hey motherfucker, you have to check it. That motherfucker, my heart under my leg, so I'm a motherfucker. That's my story, and I am the ringing. Jim is the dog.